من قال يعلم الله أني ما فعلت كذا وهو كاذب، هل يكفر بهذه المقولة وكيف يكون كافرا؟ هذا كاذب على الله عز وجل، أن الله يعلم أنه فعل كذا وهو ما فعله، هذا كذب على الله، فعل هذا وقول هذا منكر، منكر وحرام. أما أنه يكفر بهذا، هذا من الكذب، والكذب إنما يعد من الكبائر ولا يعد من الكفر.